الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي، واتفاق على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة. اليونيسف تسابق الزمن لوقف انتشار شلل الأطفال بغزة وتشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة. جيش الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 40,400 شهيد. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. أكد الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقد حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، كذا دعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي. كما توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعي، منوهين في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومؤكدين مواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها لتصبح نموذجا للتعاون العربي والتكامل الإقليمي. كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، كذا التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والسياحة والطاقة والنقل والصناعة بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبيهما الشقيقين. وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي في هذا الإطار بما تمتلكه مصر من خبرات واسعة ونجاحات مشهود لها في تلك المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه، حيث توافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الزعيمان في هذا السياق ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، مشددين على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية، مع ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع والعادل في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمطار العالمين الدولي في مستهل زيارته لمصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. هذا وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسرة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأسبق الذي وافته المنية بالأمس. وقد توجه السيد الرئيس بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. وقد ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الراحل كانت حياته حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية. نعى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي الذي وافته المنية. وقال رئيس مجلس النواب في برقية تعزية إن العربي يعد أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ولقى وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاظم أبو خلف أنهم يسابقون الزمن لوقف انتشار مرض شلل الأطفال المنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة. شدد أبو خلف على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة لتنفيذ إجراءات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال. وأشارت المنظمة إلى أنه تم إدخال 1,200,000 جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى قطاع غزة، وذلك ضمن حملة تستهدف تطعيم أكثر من 600,000 طفل في جولتين. أكدت الأمم المتحدة توقف عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة في قطاع غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمنطقة دير البلح وذلك بوسط القطاع. ويأتي ذلك فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في القطاع معرضة لخطر التوقف بسبب ممارسات جيش الاحتلال. قلق واسع وعميق أبدته الأمم المتحدة ومؤسساتها حيال القدرة على توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان في قطاع غزة، وذلك غداة أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة أثارت المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المدمر من جراء العدوان المستمر. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمراً بالإخلاء في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوسط غزة، ما أثار حالة من الفوضى والقلق بين المرضى وآلاف النازحين إلى المكان، علاوة على أوامر بالإخلاء شملت مناطق أخرى بالقطاع. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أعرب عن قلقه البالغ إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية، وأشار إلى أنها تشمل 15 من المرافق التي تأوي موظفين أمميين ونشطاء في منظمات غير حكومية وأربع مستودعات تابعة للأمم المتحدة، نظراً لتواجدها إما في المنطقة المشمولة بأمر الإخلاء أو قربها. وقال المكتب إن الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء تعوق عمل مركز إنساني كامل تم إنشاؤه في دير البلح بعد إخلاء رفح الفلسطينية جنوبي القطاع في مايو الماضي. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب أن أفراد طاقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيواصلون عملهم لكن ضمن قيود، لافتا إلى أن ما سيوفرونه من مساعدات لن يكون إلا قطرة في محيط الاحتياجات. من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن المرافق الصحية في القطاع باتت عرضة لخطر التوقف عن العمل بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى.
جدد مسؤولان في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التأكيد على أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وأن المساحة التي تم حصر السكان فيها بقطاع ضئيلة للغاية في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين. أفاد المسؤولان بأن مئات الآلاف من سكان غزة مجبرون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر، وذلك بحثا عن ملجأ آمن. وأوضح أن سلسلة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي إلى 11% فقط من قطاع غزة بأكمله. طلبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب. وفي تحقيق جديد للمنظمة حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين، أكدت المنظمة أن الغارات الجوية على مخيم رفح استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، وأن الهجمات باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أنقذت أحد المحتجزين من جنوب قطاع غزة. ذكر جيش الاحتلال أنه جرى تحرير المحتجز في عملية معقدة وأن حالته الصحية جيدة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد 21 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40,476 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,647 إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. أدان مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على أبناء الشعب الفلسطيني. حذر المجلس من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي، مشددا على ضرورة بذل جهود دولية أكبر لإنصاف الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. يوما بعد يوم تتسع دائرة التصعيد الإسرائيلي إلى جانب الحرب الدموية على قطاع غزة، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها هجوم المستوطنين المسلحين ليلة أمس على قرى جنوب بيت لحم وفي مسافر يطا والأغوار وفي مخيم نور شمس وقرى جنوب نابلس، والتي تتزامن مع استهداف وقصف الاحتلال لمنازل المواطنين في رفح وخان يونس وعموم قطاع غزة. كذلك لابد من الإشارة في هذا الخصوص بأن جهود دولية أكبر يجب أن تمارس من أجل إنصاف الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخطوات عملية من طرفنا للحفاظ على منجزاتنا الوطنية.
قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم إلى 15 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وغذائية، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل مشتقات بترولية. يأتي ذلك في ظل تقارير أممية دولية تحذر من تفاقم الأزمات الإنسانية الكارثية داخل القطاع، مع احتياج أكثر من 50,000 طفل للتطعيمات ضد انتشار الأمراض والأوبئة. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية في هذه المتابعة لتطورات الأوضاع الإنسانية داخل وخارج قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على المدنيين في القطاع، نتحدث عن عدد من التقارير للمكاتب والمنظمات والمؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع وخارج قطاع غزة. نتحدث عن أوامر إخلاء لأكثر من 88% من أراضي قطاع غزة، وهناك عدد من المؤشرات والإحصائيات التي تقول أن في كل كيلو متر داخل قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 30,000 فرد، مما يزيد من تفاقم الحالة الإنسانية داخل القطاع ووقوف القطاع على شفا المجاعة والكارثة الإنسانية بمعنى الكلمة، خاصة في فئات الأطفال والنساء، وأيضا انتشار للأمراض والأوبئة داخل القطاع. أما إذا تحدثنا عن المشهد الآخر المتعلق بالمساعدات الإنسانية خارج قطاع غزة، نتحدث عن استقبال معبر رفح البري اليوم لما يقرب من 15 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأيضا الأدوات الطبية، وأربع شاحنات محملة بالمشتقات البترولية وخاصة من مواد الغاز. هذا هو المشهد الإنساني خارج وداخل قطاع غزة، وعودة إليكم. أعربت مصر عن خالص تعازيها للسودان نتيجة لانهيار سد أربعات، وذلك في ولاية البحر الأحمر بشمال غرب البلاد، الذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف على أثر هذه الفيضانات الناجمة عن انهيار السد. وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن مصر حكومة وشعبا تتقدم بصادق مواساتها لحكومة وشعب السودان الشقيق ولذوي الضحايا نتيجة لهذا الحادث الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين وسرعة العثور على المفقودين. وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتجاوز تلك المحنة. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة 3 لبنانيين في غارة إسرائيلية على بلدة المجادل جنوب لبنان. هذا ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة هناك استهدفت منطقة مفتوحة بين موقعي الدبشة وعلي الطاهر جنوب لبنان، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سهل المجادل شرق سور. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. موسكو تتهم واشنطن بالتورط في توغل أوكرانيا داخل كورسك، وزيلينسكي يؤكد أن الحرب ستنتهي عبر الحوار. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن تورط الولايات المتحدة في توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك في غرب روسيا حقيقة واضحة. وقال ريابكوف إن الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة لم تعد مجرد اتهامات بل باتت حقيقة واضحة، مشيرا إلى أن المسار التصاعدي لواشنطن بات أشد صعوبة، وأضاف أن الأمريكيين قد تخلوا عما تبقى من المنطق ويعتقدون أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، وأنه يتبع عملاؤهم في كييف نفس مناهجهم. قال
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن كييف يجب أن تكون في موقف قوي خلال قمة تأمل في عقدها خلال هذا العام، وذلك لدعم رؤيتها للسلام. وخلال مؤتمر صحفي عقده في كييف، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا أجرت بنجاح أول تجربة لصاروخ باليستي محلي الصنع. أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف، وأعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رفع حالة التأهب. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. ردود روسيا على التوغل الأوكراني في أراضيها لا يزال متواصلا، حيث أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رفع حالة التأهب. تطورات تأتي بعد 24 ساعة فقط من هجوم روسي واسع نطاق على منشآت الطاقة في نحو 15 مدينة أوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. ووفق وسائل إعلام أوكرانية، فقد انقطعت إمدادات الطاقة والمياه في عدة مناطق في كييف إثر تعرضها لنحو 10 هجمات صاروخية. وفي دنيبرو بتروفسك توقفت عن العمل وسائل النقل التي تعمل على الطاقة الكهربائية، كما انقطع التيار الكهربائي في ليفيف التي بدأت تعاني كذلك من مشاكل في إمدادات الطاقة. مرافق البنية التحتية الحيوية في فينيتسيا تضررت هي الأخرى إثر تعرضها لسلسلة غارات جوية، وتضررت منشآت صناعية في بولتافا فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق فيها. تصعيد عسكري روسي قوبل بإدانة شديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اعتبر هجمات موسكو على منشأة الطاقة الأوكرانية عملا شائنا، مؤكدا أن روسيا لن تنجح أبدا في الحرب التي تخوضها ضد جارتها، ومتعهدا بمواصلة دعم كييف. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين التي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. يقدم نسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية عروضا جوية رائعة في سماء مدينة العالمين الجديدة. تنطلق العروض الجوية خلال 28 و29 من أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع مهرجان العالمين الجديدة.
شهدت بطولة الجودو العربية أجواء حماسية بين المتسابقين من مختلف الأعمار. هذا وأشاد المتسابقون في البطولة من الدول العربية المختلفة بالأجواء التنظيمية وحرصهم على مشاركتهم للعام الثاني على التوالي بمدينة العالمين الجديدة. بعد منافسات شديدة بين المتسابقين اختتمت بطولة الجودو العربية التي أقيمت بمدينة العالمين الجديدة بمشاركة 10 دول عربية وبإجمالي 500 لاعب ولاعبة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بطولة أشاد فيها المتسابقون من الدول العربية المختلفة بالأجواء التنظيمية وحرصهم على مشاركتهم للعام الثاني على التوالي بمدينة العالمين الجديدة. أنا بديت جودو تاي حوالي 10 سنين وراني في بطلة إفريقيا وبطلة العرب وبطلة الجزائر، والحمد لله حققت هواي إنجازات بها، وهمي شاركت بطولة العالمين السابقة وأخذت برونزية، والآن هميني شاركت بطولة فئة الأشبال وأخذت برونزية، والحمد لله البطولة كانت كلش حلوة وشجعوني هم صديقاتي هم، يعني كلش حلوة كانت البطولة. شاركت حققت المركز الخامس الحمد لله بفضل الله، ما شاء الله التنظيم ممتاز جدا والجمهور والتشجيع والحماس في البطولة يخليك تتحمس مع الأجواء هذه. بطولة الجودو العربية شهدت أجواء حماسية بين المتسابقين من مختلف الأعمار، وكانت هناك مشاركة مصرية كبيرة أكدت على دعم الدولة للموهوبين رياضيا من مختلف المحافظات المصرية للحصول على الميداليات المختلفة في هذه الرياضة. لعبت 3 ماتشات، أول ماتش كسبت على طول في 10 ثواني مثلا، والتاني ماتش ما توفقتش فيه بعد 5 دقايق جولدن سكور تقريبا، والحمد لله التالت والخامس كسبته الحمد لله. لعبت قدام واحد من الكويت ولعبته الحمد لله وفزت عليه، هو الماتش كان يعني صعب شوية بس الحمد لله فزت. انتهت بطولة الجودو العربية، لكن ستظل مدينة العالمين الجديدة الوجهة السياحية والرياضية التي تستضيف العديد من البطولات المختلفة، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من عملية تسويق وترفيه لزوار هذه المدينة لتكون على رأس المدن السياحية الكبرى. محمود جميل، التلفزيون المصري. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين ينضم إلينا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد بطولة الجودو ماذا هناك من فعاليات؟ برحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. الفعاليات لا تنتهي هنا في الأسبوع الأخير لمهرجان العالمين الجديدة، فكما انتهت بطولة الجودو اليوم بمشاركة عربية قوية وتنظيم مصري على أعلى مستوى، يتم الآن الاستعداد إلى عرض مسرحية عريس البحر من إخراج المخرج وليد طلعت. هذه المسرحية التي يشارك بها عدد من الموهوبين من معهد الفنون المسرحية يشاركون في هذه المسرحية اليوم، وربما هذا المسرح يستعد الآن ليستقبل هؤلاء النجوم والممثلين في هذه المسرحية لعرضها في مساء هذا اليوم، وهو المكان المخصص للمسرحيات منذ بداية المهرجان، ويتم عرض عدد كبير من المسرحيات سواء المسرحيات التي تدعم الموهوبين من الممثلين الشباب أو حتى المسرحيات التي جاءت بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، وتم تجهيز هذا المكان بأحدث الإمكانيات والاستعدادات الخاصة لاستضافة كل هذه المسرحيات. فبعد قليل سيكون لنا لقاءات مع هؤلاء النجوم، وأيضا سيتم عرض المسرحية اليوم، وهي دعوة لكل من يتواجد على أرض مدينة العالمين الجديدة لحضور هذه المسرحية من خلال الحجز من خلال شركة تذكرتي المتواجدة هنا في المنطقة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة. وربما أيضا نرى على يسار بعض الملاعب الموجودة التي بها عدد من الأنشطة المختلفة من الجامعات المصرية المختلفة التي تشارك من بداية المهرجان. غدا سيكون لدينا بعض العروض الجوية التي ستقدمها نسور القوات الجوية المصرية والسعودية، وهذا يعني يعد تأكيد على مدى قوة العلاقة بين مصر وأيضا المملكة العربية السعودية في التعاون في المجالات المختلفة. لكن غدا مدينة العالمين الجديدة ستكون على موعد مع بعض
بعض العروض الجوية الجميلة في مساء مدينة العلمين الجديدة، والتي ستستمر على مدار يومين غدا وبعد غد من الساعة 5 مساء. فبالتالي سنرى عروض جوية جميلة وبالتأكيد سنتابعها معكم، بالإضافة إلى بعض الفعاليات الرياضية أيضا التي ستكون متواجدة في ملعب كرة القدم وملعب كرة السلة يومي الخميس والجمعة، بالإضافة بالطبع إلى حفل الختام الخاص بالفنان ويجز. ومن المتوقع أن يشهد هذا الحفل عدد كبير من الجماهير في مدينة العلمين الجديدة وفي منطقة اليو أرينا، بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الثقافية المختلفة التابعة لوزارة الثقافة فيما يتعلق بفرق التنورة والفنون الشعبية التي تتواجد في المنطقة الترفيهية في مساء كل يوم، بالإضافة أيضا إلى بعض المسرحيات التي ستتواجد أيضا بخلاف مسرحية عريس البحر، وبعض الفعاليات التي يتم الإعلان عنها تباعا خلال هذا الأسبوع ليكون أسبوع قوي يليق بجمهور وزوار رواد مهرجان العلمين الجديدة، وختام يليق بهذه المدينة السياحية الكبيرة والوجهة السياحية والرياضية الأهم في مصر، باستضافة العديد من البطولات الرياضية وأيضا بعض الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات والختام الأقوى لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. بالتأكيد من مهرجان العلمين الجديدة كنت معنا محمود جميل، شكرا جزيلا لك. تسلمت السفارة المصرية في لاهاي من السلطات الهولندية المعنية 3 قطع أثرية مصرية قديمة، حيث عقدت مراسم التسليم في مقر السفارة في حضور مسؤولي وزارتي الخارجية والعلوم والثقافة الهولنديتين. وتتمثل الآثار المستردة في تمثال ينتمي إلى عصر الدولة الحديثة وأجزاء من تابوت خشبي ورأس مومياء. وأكدت السفارة المصرية في لاهاي أهمية التعاون لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة التهريب والإتجار بالآثار، بوصفها تراثا هاما ومشتركا للبشرية. شارك وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في جلسة الشراكات المطلوبة لدفع أجندة المياه العالمية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وفي كلمته أشار سويلم لما قامت به مصر من إجراءات لتحسين إدارة المياه على المستوى الوطني من خلال تحديث استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 بإدباج مؤشرات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية ودمج المناخ في سياسات الدولة والمشروعات المائية. أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم. يهدف هذا البرنامج للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان عن طريق تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي وتوفير فرص عمل مناسبة وتدريبهم على حرف مهنية، إلى جانب الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية والحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة. في مؤتمر صحفي أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة حياتهم. هذه الدراسة لا تمثل فقط جهداً علمياً متميزاً ورائداً على المستوى الإقليمي، وإنما تعكس في الوقت ذاته دوراً مهماً وحيوياً للدولة المصرية في تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها. قضية المخدرات في العالم كله يعني ليها شقين، شق الحد من العرض وده بيكون مسؤولية الأجهزة الأمنية اللي بتعمل مراقبة على الحدود وبتعمل مراقبة على تصنيع المخدرات التخليقية، لكن الأجهزة الأمنية مهما اشتغلت في الحد من العرض لازم يواجهها أيضا جهد موازي على المستوى الاجتماعي للحد من الطلب، والحد من الطلب ليه ضلعين، ضلع الوقاية وضلع العلاج. هذه الدراسة عكست الضوء على اهتمام الدولة المصرية بالمتعافين من الإدمان. احنا بيتردد علينا ما يقرب من 170,000 مريض إدمان سنويا بيتلقى خدمة علاج الإدمان مجانا وفي سرية كاملة. البرنامج يعمل على الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، وذلك عن طريق تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي وتوفير فرص عمل مناسبة وتدريبهم
بحثهم على حرف مهنية، إلى جانب الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية والحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة. حصل لي دعم كتير من الصندوق، من دورات تدريبية اخترت دورة سنتر موبايلات، كنتش عارف حاجة فيها خالص، بس قعدت شهرين كان على أعلى مستوى، تعلمت حاجات كتير جدا. متعافي بقالي سنة وسنتين وشهرين، والحمد لله بفضل ربنا وبفضل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدرت إن أنا أعمل السنتين وشهرين دول بمساعدة ودعم منهم. برامج متنوعة تعمل عليها أجهزة الدولة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، إلى جانب دمج المتعافين، وذلك عن طريق بناء قدرات الشباب على المواجهة الفاعلة لمشكلة المخدرات وتنمية مهاراتهم الحياتية ودورهم الفاعل في المجتمع. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن حجم الاستثمارات المحلية التي تم ضخها منذ عام 2019 وحتى الآن بلغت 25 مليار جنيه في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة على أرض المحافظات المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة. وخلال كلمتها في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتتكامل مع جهود الحكومة المصرية في دعم الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور في جميع محافظات الجمهورية. ومن جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار أن تنظيم ورشة في إدارة المخلفات تضمن استعراض الجديد في مجال مكافحة وإدارة المخلفات كأحد المخرجات البحثية لمشروع تومالي الممول من وزارة البيئة الألمانية. النهاردة يوم متميز جدا أن الأكاديمية تحتضن ورشة عمل عن واحد من أهم الموضوعات اللي كلنا يعني في كل أرجاء مصر وفي كل محافظة محافظات مصر مهتمين به، موضوع إدارة المخلفات شيء في منتهى الأهمية. النهاردة بنشوف مشروع من المشروعات اللي نجحت على مدار سنوات لها تنقل خبرة دولية، خبرة من شركاء يعني نجاح في أوروبا، مع فعلا الناس بتعمل في هذا المجال على أرض مصر عندهم الخبرة وعندهم احتياجات المجتمع المصري والسلوك المواطن المصري. بنحاول نعمل المزج ما بين الخبرة الأجنبية، الخبرة المصرية، توظيف العلم، الإبداع، الابتكار، مشروعات الطلبة، مشروعات الخريجين، مشروعات بحثية، الدعم الإبداع والابتكار من أجل فعلا تحقيق فعلا عائد اقتصادي مهم جدا لمصر في المرحلة الحالية اللي احنا فيها. افتتح محافظ أسيوط هشام أبو النصر معرض أهلا مدارس، وذلك بميدان الشهيد أحمد جلال بأسيوط بالتعاون مع الغرفة التجارية. يهدف هذا المعرض لبيع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. والآن نتحول إلى أهم أنباء الاقتصاد في نشرة السادسة. ومحمد عبد الله، أهلا بكم محمد. شكرا زهر، شكرا إلهام. وإلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال. وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون. وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادراً على تأسيس مناطق المال والأعمال. وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
أعلنت وزارة البترول طرح مزايدة عالمية جديدة للعام الجاري للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة وفق استراتيجياتها الرامية لاستغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكوه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي. انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الصندوق رانيا المشاط. ناقش مجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق على التصديق على الميزانية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وقرر المجلس تكليف رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال نهى رشدي خليل قائمة بأعمال المدير التنفيذي للصندوق. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية الذي يعقد بشكل سنوي، ويتزامن الحوار مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الثنائية، وذلك استمرارا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مصر مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت رانيا المشاط أن الشراكة بين البلدين تعد نموذجا فريدا للتعاون، حيث تهدف إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر والطاقة المتجددة. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بني سويف. أكد الوزير الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمصنع شركة سامسونج للإلكترونيات ببني سويف إن مصنع سامسونج في بني سويف يصدر 85% من إنتاجه من شاشات التلفاز إلى أكثر من 55 دولة. عقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. وأوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تخدم 11 محافظة، وهي شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية والإسكندرية. وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها. تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تقريرا من الهيئة العامة لخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية، والتي بدأت في 13 من يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. وأوضحت وزارة الزراعة أنه تم إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين. وقعت الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة مذكرة تفاهم مع معهد البحوث الإلكترونيات لتعزيز التعاون المشترك لدعم الشراكات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقة. تضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والاستشارات الفنية فيما يخص ريادة الأعمال والتخطيط والتنسيق المشترك لتعزيز ربط الشركات الناشئة بالمجتمع العلمي وبيئة الاستثمار. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين العرب للبيع وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه.
وربح رأس المال السوقية 13 مليار جنيه عند مستوى 2.75 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 76% بالمئة ليبلغ 30,363 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.4% بالمئة ليصل إلى 7015 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10,042 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات الناتجة عن احتمالات تصاعد النزاع في الشرق الأوسط وإمكانية إغلاق حقول النفط في ليبيا. وانخفضت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 79 دولارا و61 سنتا للبرميل، بينما تراجعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 75 دولارا و43 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى $2.32 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.70% لتصل إلى $2.69 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت الوكالة الوطنية للإحصاء في زيمبابوي أن معدل التضخم سجل في أغسطس الجاري أكبر ارتفاع منذ إصدار البلاد لعملتها الجديدة المرتبطة باحتياطي الذهب وسلة عملات أجنبية. وأشارت الوكالة إلى أن معدل أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.4% خلال شهر أغسطس الجاري بعد تراجعه بنسبة 1.1% في يوليو الماضي. ويرجع ارتفاع التضخم في زيمبابوي إلى زيادة تكلفة السلع الغذائية والمشروبات، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى صحر وريهام. شكرا محمد. تتصاعد الأزمة السياسية بفرنسا بعد رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تسمية رئيس وزراء من الائتلاف اليساري الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية التي نظمت الشهر الماضي. كان ماكرون يأمل في أن تؤدي هذه المشاورات التي أطلقها إلى كسر الجمود السياسي الناجم عن الانتخابات التي تركت الجمعية الوطنية منقسمة إلى ثلاث كتل متساوية تقريبا بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، دون أن يحصل أي طرف على أغلبية المقاعد. رغم مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي أفرزت أغلبية يسارية، تعيش باريس حالة من الفراغ السياسي بعد الشلل الذي أصاب مفاوضات تشكيل الحكومة. في أحدث التطورات، استبعد الرئيس إيمانويل ماكرون خيار تشكيل حكومة من اليسار ممثلة في تحالف الجبهة الشعبية الجديدة من أجل الاستقرار المؤسسي، وأشار إلى أن حكومة مثل هذه يمكن أن يتم إسقاطها على الفور في تصويت حجب الثقة من قبل جميع الكتل الأخرى في الجمعية الوطنية، ولذلك فإن الاستقرار المؤسسي يتطلب عدم اللجوء إلى هذا الخيار على حد وصفه. من جانبه، يضغط تحالف الجبهة الشعبية الجديدة لأحزاب اليسار على الرئيس الفرنسي منذ الجولة الثانية من الانتخابات لتعيين أحد مرشحيه رئيسا للوزراء، وأكد أن المنصب من حصة اليسار على اعتبار أنه يشكل القوة الأكبر في البرلمان. اليساريون قدموا لوسي كاستيه، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 37 عاما، كمرشحة محتملة لمنصب رئاسة الحكومة، لكن ماكرون وبعد أيام من جولة من المشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وزعماء الأحزاب أرجى اختيار رئيس جديد للحكومة تاركا حكومة تصريف أعمال لفترة غير مسبوقة، بينما يسعى إلى تعيين شخصية تحظى بدعم واسع النطاق كي لا يتم إسقاطها على الفور في تصويت على الثقة. هي إذن حالة من الانسداد السياسي تعاني منها فرنسا الطامحة لاستعادة الاستقرار في وقت يمر فيه العالم بالكثير من التطورات المقلقة.
أعلنت الحكومة أنها ستقوم بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، ويأتي ذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية. تشتهر قرى محافظة القليوبية بزراعة التين البرشومي الذي يظهر في فصل الصيف، ويبدأ حصاد التين البرشومي من الصباح الباكر، خاصة أنه لا يتحمل حرارة الشمس الشديدة. هنا في محافظة القليوبية، حيث تشتهر قرى كثيرة بالمحافظة بزراعة التين البرشومي الذي يظهر في فصل الصيف ويستمتع الكثيرون بمذاقه الشهي والمميز وينتشر في جميع أنحاء العالم. من بين هذه القرى قرى مركز طوخ، حيث يبدأ الحصاد منذ الصباح الباكر وحتى 9 صباحا، نظرا لطبيعة التين البرشومي الذي لا يتحمل حرارة الشمس الشديدة، ويستمر موسم الحصاد حتى شهر أكتوبر، أي طوال 4 أشهر، وبعد الانتهاء من الحصاد يتم التجهيز للموسم الجديد لتقديم الخدمة الخاصة بالأرض. التين البرشومي عاد لطبيعته من جديد بعد الاهتمام به وتطوير أساليب زراعته بسلالات جديدة، ومنها التين الإسباني والفرنسي. هذا ما أكده عدد من المزارعين، الأمر الذي ساعد على زيادة إنتاج المحصول ليتحول موسم التين إلى بهجة لكل الأسر والعائلات. وبالإضافة لذلك، فهناك أنواع من التين البرشومي بمزارع مصر، ومنها التين الأحمر الفرنساوي والتين الأبيض البلدي، ويعتمد الكثير على إضافة التين البرشومي إلى نظامهم الغذائي، حيث تحتوي تلك الفاكهة على العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات. وبهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي، واتفاق على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة. اليونيسف تسابق الزمن لوقف انتشار شلل الأطفال بغزة، وتشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة. جيش الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 40,400 شهيد. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.